إذن شكرا لممثلي وسائل الإعلام الحاضرة معنا اليوم واللي لبوا الدعوة ديال مؤسسة مغرب أنباء للإنتاج السمعي البصري. كما كيعرف المتتبع والمهتم بالشأن السياسي والاجتماعي بشكل عام، فخلال الآونة الأخيرة اثار واحد النقاش عمومي كبير كيهم بالأساس الأداء ديال مؤسسة الأمن بتفلت وكذلك المنظومة القضائية. وهذا النقاش العمومي اللي تعتبر طبعا ظاهرة صحية ما يمكن لها إلا تساهم في تعزيز الحكامة على المستوى الأمني وعلى المستوى القضائي. فهذا النقاش هذا خذا مظاهر متعددة وأوجه متباينة اللي تمثلت بالأساس على أن هنالك من ينتقد أداء هاتين المؤسستين، وبين أصوات أخرى كانت تعتبر على أن المؤسسة اليوم كتعرف واحد التوجه ربما يقدر المهتم بالشأن الأمني والشأن القضائي يوصل لحد الوصف ديالو على أنه تحول ربما هادئ ونوعي ويسير في اتجاه تعزيز قيم الحكمة في التدبير الأمني وفي التدبير القضائي. هذا النقاش هذا وباعتبارنا مؤسسة مهتمة بالمجال الإعلامي ومؤسسة اللي كتعمل على الإنتاجات السمعية البصرية وكتواكب التحولات المجتمعية على جل المستويات والأصعدة، فما كان يمكن لنا إلا أننا ناخذ واحد المبادره ديال الانخراط في هذا النقاش هذا ونحاولوا من الموقع ديالنا اننا نطروا النقاش بخصوصه. فالنقاش السياسي اليوم اللي خذته مؤسسه مغرب انباء على العاتق ديالها وتخرج في اطار هذا التصريح الصحفي للراي العام باش تعطيتها هي وجهه النظر ديالها بخصوص هذا النقاش العمومي، فكان لابد اننا نحددوا واحد الاطار ديال هذا النقاش هذا، وهذا الاطار ديال هذا النقاش غينتهي في نهايه المطاف بابداء وجهه النظر ديالنا على مستوى كل النقاط اللي سبق وكانت محطه انتقاد ديال بعض الاصوات واللي هي قليله، وهذه الاصوات هذه هي اصوات اللي فاقده لكل المصداقيه على المستوى المحلي. فاليوم اختارينا كمحور لهذا النقاش هذا الفاعلون في السياسات الأمنية والقضائية دعامة أساسية لتحقيق التنمية البشرية. لماذا اختارنا الفاعلون في السياسات الأمنية والقضائية على حد سواء، وتحدثنا كذلك على ما يسمى بالتنمية البشرية. التنمية البشرية لماذا؟ تنعرفوا بلي كل الخطب الملكية اللي القاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة بعض المحطات وبعض الأعياد الوطنية وبمناسبة بعض الأحداث اللي كانت كتميز المجتمع المغربي بنقاشات سياسية واجتماعية ربما اللي كانت كتطالب ضرورة تحقيق مغرب الحريات والعدالة والكرامة الاجتماعية، كان دائما الملك باعتباره أعلى سلطة في البلاد كيسير في اتجاه ديال المطالبة بضرورة انخراط كل الفاعلين سواء السياسيين أو الاجتماعيين، وفي إشارة للفاعلين الرسميين ممثلة في السلطة التنفيذية وفي السلطة التشريعية اللي هي الحكومة وممثلة البرلمان ممثلي الأمة عفوا، كان دائما صاحب الجلالة يطلق إشارات واضحة وصريحة تحث على ضرورة تأهيل العنصر البشري والحرص على تتمين هذا الرأسمال اللامادي. فاحنا لما اختارنا الفاعلون السياسيون في السياسة الأمنية والفاعلون عفوا في السياسة القضائية، فتحدثنا على كل المتدخلين في هذه المنظومة سواء الأمنية أو القضائية. النقاش ديالنا اليوم يجعلنا اننا ناخذ مدخل للنقاش الفاعل في السياسه الامنيه، شكون هو الطرف او الفرد او المؤسسه او الجهه اللي يمكن لنا نعتبرها فاعله في السياسات الامنيه. كنعرفوا بلي السياسات الامنيه ما كتجيش وكتنزل من الفضاء، هذه السياسه الامنيه كتنزل عبر تقييم
يومي وواقعي وموضوعي للتحولات المجتمعية اللي كتعرفها المجموعة ديال المؤسسات ومجموعة من الفعاليات ومجموعة من القطاعات كتعرف واحد التحولات وواحد الدينامية. هذه الدينامية كتخضع لواحد التقييم وتذبذب، احيانا توصف على ان هذه الدينامية كانت ناجعة وإيجابية، وفي بعض الاحيان يتم اعتباره على انها فشلت في تحقيق الغايات المرجوة. احنا اليوم جينا كنتحدثوا على الفاعلون، من هم هؤلاء الفاعلون؟ كيف ما بغيت تكون الطبيعة ديالهم، سواء افراد، جماعات، مؤسسات، جهات رسمية، فاعل على المستوى المحيط ديال المؤسسات الامنيه بشكل عام او خارج محيط المؤسسات الامنيه بشكل عام. غادي نبداو باول فاعل في هذه السياسه الامنيه اللي هما المنتسبين لمؤسسه الامن، في اشاره الى المديريه العامه للامن الوطني. المديريه العامه للامن الوطني اطلقت مجموعه من الاوراش، هذه الاوراش هذه كان لها وقع وانعكاس على مستوى المعيش اليومي للمواطن. تتعرف باللي اليوم الفاعل الامني ما بقاش دوره هو استتباب الامن، هو الحفاظ على الامن، هو محاربه الجريمه. الفاعل الامني اليوم ولا واحد المؤشر، واحد المحدد اساسي في رسم الصوره عن واقع المجتمع المغربي. فكتلقى الفاعل الامني اليوم في الاحتجاجات، بمعنى انه يتفاعل مع الحركات المجتمعيه. كتلقى الفاعل الامني اليوم يتعاطى لكل مظاهر الجريمه ويتصدى لها في اطار القانون وفي ممارسات اللي ربما كتخضع لسلطه الرقابه ديال النيابه العامه المختصه. كتلقى الفاعل الامني كذلك اليوم تنخرط في النقاشات المجتمعيه السياسيه عبر البرامج التلفزيونيه، عبر الاعلام الرسمي، ولينا كنشوفوا وجوه مسؤوله كيتم الاستضافه ديالها عبر القنوات الرسميه للاعلام وعبر الاعلام الغير الرسمي. بمعنى مديريه الامن اليوم اصبحت تكرس مبدأ الانفتاح على المحيط الخارجي ديالها والسعي لإشراك هذه الفعاليات في تدبير السياسات الأمنية وفي اقتراح حلول وتصورات ونقاشات. أكثر من هذا ولينا كنشوفوا اليوم هنالك تطور على مستوى المراقبة ديال الآليات ديال التواصل الاجتماعي بمختلف تلوينها، سواء على مستوى الفيسبوك، الانستغرام، تويتر، تيك توك، كل الروابط والوسائط التي تكتسي طبعا اجتماعيا تواصليا بشكل محدد. فالمديريه العامه ولات كتواكب هذه النقاشات الايديولوجيه والسياسيه والديمقراطيه وهذه النقاشات الاجتماعيه وهذه النقاشات اللي احيانا لا تكون مؤطره، تقود وكتدفع بعض الاشخاص لتبني سلوكات انحرافيه. ربما هذوك الناس اللي كيقوموا بهذه الممارسات عبر هذه الوسائل الاجتماعيه كيعتبروا ان السلوك ديالهم سليم، والحال ان التقييم لهذه الممارسات ديالهم عبر هذه الوسائط الاجتماعيه كنلقاو احيانا يكتسي طبعا جرميا وجب التفاعل معه في اطار القانون والتصدي له في اطار القانون. اذا هي جمله من المظاهر، جمله من التحولات، جمله من القطاعات اللي ممكن نسردوها وما نساريوش، اللي كتلقى دائما الفاعل الامني هو جزء من ديناميتها. كتلقاه في الاقتصاد، كتلقاه في التنميه، في الرياضه، في كل شيء. تيمشي الفاعل الامني تيامن القطاع الرياضي والمباريات ديال كره القدم وتيضمن انسيابيه ولوج المواطنين للفرجه الرياضيه الشعبيه المفتوحه. كتلقى الفاعل الامني ربما شريك في رصد مظاهر الجرائم الاقتصاديه، كتلقى الفاعل الامني يتصدى المظاهر الاجراميه، وكتلقى الفاعل الامني منخرط حتى في الاوراش حقوق الانسان. ولعل ابرز اشاره المذكره المديريه التي اصدرها السيد عبد اللطيف الحموشي مدير الامن مؤخرا، واللي حط فيها جميع المصالح التابعه لمديريه الامن ولمديريه مراقبه التراب الوطني على ضروره التقيد بالاحترام التام للقانون واحترام حريه الانسان واحترام حقوق الافراد اللي كيولجوا المؤسسات الامنيه ولهذا المرفق الامني اللي هو مرفق عمومي. تبقى من حق اي مواطن كيتعتبر من دافعي الضرائب انه يولج ليه في احترام تام لكرامته ولحقوقه المكفوله قانونا ودستوريا. هذه الديناميه هذه فرزت لنا طبعا مظاهر ديال مؤسسه امنيه اللي التقطت الاشاره بشكل سليم، ومؤسسه امنيه اللي لازال الركب ديال التفاعل ومستوى التفاعل ديالها مع هذه
التوجيهات المركزية لمدير الأمن ربما لم تلقى طريقها إلى الاستيعاب بالشكل الصحيح وإلى التنزيل السليم والواقعي. حنا الموضوع ديالنا تنتحدثوا على مدينة تفلت. مدينة تفلت اليوم تم تعيين رئيس للأمن، رئيس جديد للأمن السي عبد القادر عزيزي. هذا السيد هذا اللي تدرج عبر مراكز المسؤولية في مستويات متباينة ومختلفة على مستوى العاصمة الإدارية للمملكة، فمشى هذا السيد هذا وتقلد المسؤولية في قطاعات متعددة. المسار ديالو كان مشهود له بالكفاءة، كان مشهود له بواحد الحس ديال المسؤولية، وكان مشهود له بواحد الحس ديال النجاعة في التدبير الأمني والحكمة في التدبير الأمني. هذا طبعا ماشي كلام ديالنا، كلام ديال الرؤساء ديالو، كلام ديال الناس اللي اشتغلوا إلى جانبه، كلام ديال الناس اللي كانوا كيواكبوه، وكلام ديال أطراف محددة اللي كانت كتشتغل على مقربة من هذا المسؤول. فجاء مدينة تفلت، وصل لقى مدينة تفلت عندها تراكمات ديال الماضي الأسود، ماضي أمني أسود. هذا الماضي الأمني الأسود كتعرف باللي كانت مجموعة من الحركيات واحد الدينامية في مدينة تفلت، منها الإعفاءات، منها التنقيلات، منها العقوبات الرادعة على بعض المسؤولين الأمنيين، وكانت تفلت دائما تصارع وتتلمس خطواتها الأولى من أجل أنها تلقى هوية أمنية تنسجم مع توجيهات المدير العام للأمن الوطني. اليوم مدينة تفلت كاين مصالح ربما تشكل انسجام إلى حد كبير بين مختلف مكوناتها. تلقاو رئيس الأمن سي عبد القادر العزيزي، تلقاو رئيس الشرطة القضائية سي يوسف القنوني، تلقاو رئيس الاستعلامات العامة العميد أبو الحسن، وتلقاو مديرية مراقبة التراب الوطني على رأسها العميد سي محمد عليوات. إذن هاد الأطر الأمنية اللي كي تطالعوا بمهام تكتسي طابع المسؤولية وتكتسي طابع ربما المسؤولية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في أبعادها وفي تجلياتها المنفتحة. تلقوهم أنهم مطالبين بأدوار ريادية كبرى من أجل تحقيق ذاك الانسجام، ومن أجل أنهم يساهموا في استتباب الأمن وفي الحفاظ على الأمن الاجتماعي. فبدا الاشتغال بتنسيق بين هذه المكونات، فرضوا لنا واحد الاستراتيجية جديدة ديال الأمن. هذه الاستراتيجية هي الأخرى تتلمس خطواتها الأولى نحو أنها تولي استراتيجية محكمة التنزيل وتحقق الغايات المرجوة. كاين نجاعة على مستوى تفاعل مصلحة الشرطة القضائية مع الشكاوى المواطنين، كاين حرص وتتبع عن كتب لمختلف التظلمات اللي تتوصل بها عفوا المصالح ديال مفوضيات الشرطة ديال تفلت من طرف المرتفقين والمواطنين ومن طرف المشتكين في بعض الأحيان. تلقوا أن التعاطي تيكون في واحد السرعة قياسية، تلقوا أن المعالجة ديال الشكايات تيتم وفقا وفي احترام تام للقانون، وتلقوا النجاعة في التعاطي مع هاد المظاهر ديال الجريمة. إذا هادو كاملين هاد المظاهر هادو كاين تنسيق مع مصلحة الاستعلامات العامة ومديرية مراقبة التراب الوطني اللي كتعمل على رسم واحد الواقع على تجميع هاد المعطيات وتمكين الجهة الأمنية المؤهلة للتفاعل مع هاد المعطيات في إشارة إلى السلطة القضائية وإلى رئيس الأمن. هاد المعطيات هادي ما كنجيوش كنقولوا الأمن ديال تفلت راه هو في القرية الوردية ديال أفلاطون، لا ماشي هذا هو الخطاب ديالنا، ولكن تنقولوا أن لما وصلنا المستوى في مدينة تفلت ديال أن الأمن اليوم تكون عنده القدرة على أنه يتفاعل مع المطالب ديال الساكنة ويحل مشاكل ديال الساكنة ويكون على مقربة وعلى نفس المسافة مع الفاعل السياسي والفاعل الاجتماعي والفاعل الاقتصادي ومع المتدخلين والمهتمين، إذن هنالك واحد الآلية اللي كتجسد المقاربة التشاركية اللي هي جديدة على مستوى المنظومة الأمنية بتفلت. هذه الآلية الجديدة احنا كمواطنين كنتعتبروا كذلك فاعلين في السياسة الأمنية، ماشي غير الفاعل الأمني اللي هو المنتسب لمديرية الأمن أو للمؤسسات المنضوية تحت لواء مديرية الأمن اللي هو فاعل في السياسة الأمنية. حتى المواطن فاعل في السياسة الأمنية وفاعل أساسي وحيوي في السياسة الأمنية وفي بلورة التصورات ديال السياسة الأمنية وفي إعداد التصورات السياسة الأمنية. إذا خصنا الانخراط ديال الجميع، كل من موقعه، كل
حسب اختصاصه، كل حسب انتمائه سواء سياسي او اجتماعي او اقتصادي. الغايه شنو هي؟ هو ان نجعلها من مؤسسه الامن بتفلت مؤسسه مواطنه. المواطنه ما يمكنش يكون فاعل فيها غير المكلف بانفاذ القانون داخل مؤسسه الامن، لا، المواطنه الحقيقيه والحقه لا يمكن ان نحصل على صفتها في تجلياتها وفي معناها العميق الا بتدخل الجميع، كل من موقعه. اذا تحدثنا على الفاعل الامني كفاعل في السياسه الامنيه، تحدثنا على المواطن كفاعل في السياسه الامنيه، غادي ندوزو للفاعل السياسي. الفاعلون السياسيون يعني الناس اللي كيمارسوا السياسه. الناس اللي كيمارسوا السياسه كذلك بغينا اليوم نوصلوا لمستوى ديال ان ذاك الفاعل السياسي يكون نموذج للترافع، نموذج للتاطير ديال المواطن، فاش يولج للامن. وفي بعض الاحيان حنا تنبقاو بشر، هنالك الخطا البشري، يقدر شي رجل الامن تحت اكراه الضغط وتحت اكراه الشكاوى الكثيره اللي كتلقاها المصالح ديال الامن، بعض المرات كيكون داك العنصر البشري عنصر تحت اكراه وضغط مهني صرف. المرتفق ربما يكون في مستوى التصور وفي مستوى التطلع، ويكون تيجسد خيار الحكمه. باش غيجسد خيار الحكمه؟ ماشي غير من طرف الدور اللي ممكن اذا طالع به المسؤول الامني، ولكن المواطن خصو كذلك اذا طالع بدور اساسي يتمثل في احترام القانون، ويتمثل في اتاحه الفرصه للامني او الشرطي او الضابط او المفوض له او عميد الشرطه او رئيس المنطقه الاقليميه على انه يقوم بالدور ديالو المنوط به في جو ملائم، في جو يحترم كرامه ذلك الفاعل الامني اللي كيبقى في نهايه المطاف هو كذلك مواطن يتمتع بكامل حقوق المواطن. اذا حنا كمواطنين طبعا من حقنا اننا نتظلموا، من حقنا اننا نتشكاو، من حقنا اننا نندو بضعف اداء بعض المنتسبين لمؤسسه الامن، ولكن يلزم استحضار على اننا كاملين شركاء في اعداد واخراج واحد المشروع امني ليرقى لمستوى تطلعات الساكنه ديال مدينه تفلت. اليوم الامن ديال مدينه تفلت على مستوى تصدي المظاهر الجريمه نقدروا نقولوا على اننا وصلنا للمستوى الذي يشرف. اليوم مدينه تفلت اصبحت مظاهر العبث والتسيب والفوضى اللي كان كتشهدها المفوضيه ديال الشرطه ديال تفلت ولات مظاهر في عيد الماضي، تم القطع معها. مصلحه الشرطه القضائيه عندها رئيس باقي شاب يتفاعل، يتواصل جيدا، منفتح على الاعلام، منفتح على المنظمات الحقوقيه، منفتح على الساكنه، له القدره على الانصات. اذا نعطيه فرصه كي يثبت نجاعته في التدبير، كي يثبت نجاعته في تكريس قيم الحكامه الامنيه، وكي يثبت ما توصل به من توجيهات مركزيه صادره عن المدير العام للامن الوطني. مديريه مراقبه التراب الوطني تعج اليوم بكفاءات على مستوى تفلت قل نظيرها على الصعيد الوطني، وانا اتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام. مديريه مراقبه التراب الوطني ذلك الحس الامني التقليدي الذي بات متجاوزا ما كاينش، ما حضرش في الممارسه ديال المنتسبين لمديريه مراقبه التراب الوطني تفلت، كاين انفتاح، كاين اشراك، الى درجه ان هاد العاملين في هاد المديريه هذه على مستوى تفلت ولاو كيعتبروا المواطن جزء من المنظومه الامنيه، ويعملون على التواصل مع المواطن والانصات اليه وتكريس قيم التواصل، واحيانا يلعبون دورا وسائطيا ربما متميزا ومتفردا يؤهل المواطن كي يتواصل مع المصالح ديال الشرطه القضائيه او مع رئيس الامن في احسن الظروف. بعض المرات تيجينا صعيب اننا نتواصل مع رئيس الامن او كذا، ولكن تيبقى هذا المواطن بمقدوره انه يولج للمؤسسه الامنيه اللي هي مؤسسه ديالو اللي كتحفظ الحقوق ديالو الكرامه ديالو، وتشتغل من اجل توفير المناخ ديال الامن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الحقيقي. وهذا الشيء هذا ما يمكن له الا يساهم في التنميه المجتمعيه بكل تجلياتها. تحدثنا، نرجع للنقطه الاولى، تحدثنا على الفاعل الامني وعلى المواطن، دابا دزنا الفاعل السياسي، فتيبقاو لينا الفاعل الاجتماعي، جمعيات المجتمع المدني. جمعيات المجتمع المدني الفاعل الاجتماعي بشكل عام
سواء اللي كيقوم بالعمل النقابي وتنشط المركزيات النقابية أو المجتمع المدني في إطار جمعية تنموية أو غيرها، أو نشطاء حركة حقوق الإنسان. اليوم بغينا نتجاوزوا ديك الحقبة ديال الأمن هو ربما محط استهداف المواطنين. الأمن هو لكي يعكس فشل الحكومة في صنع القرارات التي تخدم المواطن وترقى لمستوى تطلعات المواطن. الأمن هو اللي ممكن نعلق كل سياقات الفشل على الشماعة ديالو، واللي ارتكبتها الحكومة ديال الدولة وفشلت فيها في قطاعات متباينة. نجيو ونقولوا الفاعل الأمني عدو لنا ونستهدفوه ونبداو ننتقدوا فيه وكذا. وصلنا لواحد المستوى اليوم ديال أن كل شيء خصو يستوعب وخصو يفهم حقيقة الظرفية وصعوبة الظرفية السياسية اللي كيعيشها المغرب والعالم بأسره. كاينة أزمة اقتصادية خانقة، أزمة سياسية خانقة، أزمة اجتماعية خانقة، كلها مؤشرات ومحددات ما يمكن لها إلا تعطي للمواطن أنه يدير قراءة للمحيط اللي كيتواجد فيه ويفهم شنو الغاية من تواجده في هذا المجتمع وفي الحياة. طبعا كما من حقنا نطالبه بالحقوق السياسية، حقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبحقوق الجيل الثالث، من حقنا كذلك أننا نقوله أن الأمن يعيش تحت إكراه استتباب الأمن في مجتمع يعيش في فعل وتفاعل مع ظرفية اقتصادية متأزمة على المستوى العالمي. فكلهم هذ الفاعلون في السياسة الأمنية باتوا مطالبين اليوم على أنهم كل واحد يطلع بالدور ديالو الإيجابي. ما بغيناش الجمعيات التي تخرج وكتهز البوق وتقول العام زين وتقول له البوليس مزيانين كذا، لا، بغينا جمعيات اللي تكون قادرة أن تأطر المواطن، ويكون ذاك المواطن لما يولج للمؤسسة ديال الأمن يكون تيمشي في ظروف يعرف حيثياتها وسياقها، وكذا يعرف ربما المتطلبات والغاية من الزيارة ديال ذاك المرفق الأمني. إذن الجمعيات، الفاعل الاجتماعي والفاعل السياسي أصبح اليوم مطالب بلعب دوره الريادي المتمثل في التأطير المجتمعي للساكنة وللفئات الاجتماعية. ما بقاتش اليوم الجمعيات تجي وتخرج وتقول لنا والله يخلي الناس يلحموا شي الأمن مزيان، لا 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 ما بغيناش، لا سيدي ما بغينا، لا لا ما بغينا سيدي حتى شي واحد يجي يطبل ولي، بغينا نكونوا مسؤولين في السلوك ديالنا. نجيو اليوم تفلت تبغى اللي بغى وكره اللي كره، هنالك تحول نوعي على مستوى المنظومة الأمنية. تواصل في المستوى، تفعيل توجيهات المديرية المركزية، انسجام بين مختلف الخطوط. حتى أجل قريب كانت المصالح الأمنية في تفلت تعيش على وقع صراعات تعرفها البادي والداني بين الاستعلامات العامة وبين أطر اللي شملتهم إجراءات عقابية، وخادك النقاش وذلك الشيء اللي كان وقع نظرنا احنا كان غير صحي. ولكن اليوم هنالك انسجام ربما تام حاصل بين مختلف مكونات المنظومة. ولو ان هذه القرارات العقابية اللي شملت بعض الاطر الامنية، تنسطر على كلمة اطر لان الاجراء العقابي اللي كان صدر عن اطراف محددة بعينها على مستوى الاستعلامات العامة انذاك، كان نقاش ربما ندال على مستوى المقاهي وعلى مستوى الشارع العام، كان عطى واحد الانطباع وواحد السلوك واحد الصورة سيئة على مؤسسة الأمن في تفلت. اليوم نقدروا نقولوا بلي الوضع اللي بيان ميتريزي، فهمتي، تم الضبط ديالو، كاين تحمل المسؤولية ديال كل حسب موقعه واختصاصه، وكاين ربما إتاحة الفرصة للكفاءات على أنها تطالع بالمسؤولية ديالها وتعطي واحد الدفعة نوعية وتعطي واحد الزخم للجهاز ديال الأمن على مستوى مدينة تفلت. كاين شباب اليوم اللي قطعوا مع ديك الممارسات ديال السب، القذف، المعاملات المهينة، معاملات الحطام الكرامة الإنسانية، معاملات اللي ربما تنشر عفوا صورة سوداوية عن واقع جهاز الأمن في تفلت. كاين توجه جديد، كاين إرادة جديدة. هذه الإرادة كرست بالتفاعل ديال الفاعلين السياسيين على مستوى المدينة وكذلك السلطات العمومية. تعيين باشا ربما اللي عطى واحد لوكود بوس لهذه الدينامية هذه،
وكاين جيل جديد ديال رجال ونساء السلطة اللي تعينوا حديثا، اللي تهما ربما يساهمون في تيسير عملية قيام المنتسبين لمؤسسة الأمن والمكلفين بإنفاذ القوانين في الاطلاع بأدوارهم على أحسن وجه. إذا نخليو الناس تشتغل، الناس اللي باغيين ينتقدوا مؤسسة الأمن ما عندناش مشكل، حنا براسنا راه أحيانا ننتقد مؤسسة الأمن، ما كتعجبناش ممارسات، كننتقدوا أداء ديال بعض الأطراف المحددة، ولكن بحس مسؤول وفي احترام للقانون. أنا ما نجيش نسب عميد شرطة عبر الوسائط الاجتماعية ونوجه له اتهام باطل، أنا ما غنجيش نوجه اتهام لرئيس مصلحة حيوية في جهاز الأمن، أنا ما كنضرش هذاك الشخص، هذاك تيبقى عنصر بشري، أنا كنضر منظومة اسمها المنظومة الأمنية اللي أنا كمواطن بغيت أو كرهت جزء منها وفاعل فيها وأشكل الحلق الأساس لديناميتها ولعجلتها الإصلاحية. إذا بغينا مواطن حقيقي مسؤول، بغينا مواطن اللي يفهم ما له وما عليه. أنت في خلاف مع القانون ما تطالبش بإحقاق القانون، أنت في خلاف مع القانون أنت ما كتحترمش القانون، وكتجي فاش كيطبق عليك القانون من طرف المكلفين بإنفاذ القانون والمنتسبين لمديرية الأمن أو للمصالح التابعة لمديرية الأمن، كترفض ديك الممارسة اللي طالتك عفوا واللي خلاتك أنك تكون تحت الرقابة القانونية والقضائية. هذا التحول الأمني اللي شاركين فيه السلطات العمومية، فاعلين السياسيين، فاعلين الاجتماعيين، المتدخلين، المهتمين والمرتفقين، بين قوسين المواطنين، كان له انعكاس على منظومة وعلى ورش آخر يتعلق بورش القضاء، إصلاح المنظومة القضائية، إصلاح منظومة العدالة. اليوم مدينة تفلت تم تعيين وكيل ملك جديد سي عبد الرحيم بوعبيد اللي سبقه كان في الخميسات، عبد الرحيم بوعبيد اللي سبقه كان عضو المجلس الأعلى للقضاء اللي اليوم تحمل الاسم ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية. فبعد استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، اليوم النيابة العامة ولات عندها مسؤولية جسيمة، مسؤولية كبرى تتمثل في خص أن تكون فعلا خصم شريف، وأن تكون فعلا ممثلة المجتمع، وأن تكون فعلا قادرة على تحريك الدعوة العمومية في مواجهة كل من يخالف القانون بشكل تلقائي، حتى في حالة عدم تقديم شكاوى من طرف المتضررين. النيابة العامة دورها أن تنتصر للحق في مواجهة مخالفي القانون في كل ممارساتها. النيابة العامة اليوم ديال مدينة تفلت محظوظة، علاش؟ عاشت حقبة زمنية ماضية حتى أجل قريب، كان على رأس جهاز النيابة العامة بتفلت سي شنضيب، شنضيب اللي تعين وكيل الملك بابتدائية الرباط خلفا لسي العماني اللي شغل هذا المنصب لسنوات طويلة. سي شنضيب أرسى جملة من الإصلاحات وأرسى دعائم جملة من التحولات الإصلاحية العميقة داخل محكمة مدينة تفلت، تم القطع مع الرشوة، تم القطع مع مظاهر السمسارة، تم القطع مع مظاهر التلاعب في المصادر القضائية، ولا واحد التوجه، ولات إرادة داخلية تنبع من رحم منظومة العدالة بتفلت غادية نحو الإصلاح ونحو التصدي لكل من يعبث بالقانون ويخالف القانون. تم التنقيل ديال السي شنضيط اللي كنتمناو ليه كامل التوفيق في المسار ديالو، جا السي عبد الرحيم بوعبيد عفوا. اذا السي عبد الرحيم بوعبيد كيبان لي هذا ورش متجدد، ورش خلاق، ورش مفتوح، خص يكمل مسار ما سبق ان اعلن عنه وكيل الملك السي شنضيط. والسي عبد الرحيم بوعبيد المصداقيه ديالو اللي كيعرفها الصغير قبل الكبير، ربما خلى مسار اللي عنده واحد انعكاس ايجابي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى مدينه الخميسات لما كان وكيل الملك بابتدائيه الخميسات. اليوم انا لي كامل اليقين على ان مدينه تفلت في ظل المؤشرات والمحددات اللي كيعرفها اليوم الوسط الامني غادي يكون انسجام اللي ربما ممكن يوصل للمستويات ديال انهم يكونوا حاسمين في صنع السياسات والقرارات العموميه
اللي كتبقى مختصات مؤسسات اخرى. لماذا؟ لان كل المتدخلين في السياسات الامنيه والقضائيه ربما معنيين بهذا الخيار ومعنيين بهذا التوجه ومعنيين بهذا الورش المفتوح اللي كيعطي لكل فاعل، كل من موقعه، كل من زاويته، على انه يتطلع بهذا الدور الريادي. فالمرتفق مطالب انه يكون في مستوى تطلعات التوصيات وفي مستوى تكريس الخيار ديال اصلاح منظومه العداله. الفاعل السياسي كذلك، الفاعل الاجتماعي كذلك، المهتم كذلك، والمتدخل في هذا الشان. نوصلوا للنهايه ديال المداخله القيمه لمؤسسه مغرب انباء، وكنتمنى على اننا اليوم لم يعد مسموح لنا ان نضيع وقتنا ونقاشاتنا فيما يضر مجتمعنا ولا يخدم قضايانا الاساسيه. اصبحنا اليوم مطالبين على اننا نكون في مستوى دقة المرحلة وحساسية المرحلة وصعوبة الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلى فرصة اللقاء بكم مرة أخرى، لكم منا أزكى التحيات.